بهذا الإنشاد الصوفي استهلت فعاليات مهرجان المنستير الدولي العريق في دورته 49، عرض يحمل عنوان القبة يراوح بين الأغاني التراثية والأناشيد الروحانية الخاصة للفنان أحمد زيتون. تقريبا 50% من العرض هو إنتاج خاص، إنتاج القبة، كلمة ولحن وتوزيع بطبيعة بالتناسق مع الأغاني الأخرى اللي خذناها من التراث اللي تحطت على المسرح. فما أغاني منها لأول مرة تتحط على مسرح في عرض، وفما أغاني مغنيت قبل لكن بتوزيع آخر يتماشى مع البحث اللي صار في المشروع هذا، وهو البحث في طرق تونسية وحتى جزائرية. خدمنا على سونوريتي جديدة اللي هي توا يسمعوا فيها الشباب في معناها موسيقات أخرى. في الجاية هذه نعطي قيمة كبيرة للفن، الموسيقى الروحية والصوفية، وعندها يعني تاريخ وتقاليدها. معلم العرض هذا وحنا عزيز عرض آخر متاع مراد باشا، أيضا موسيقى روحية، وتلقى الصدى طيب عند الجمهور. نقول بكل صراحة طموحاتنا كانت أكبر، برمجنا معناها برمجة أخرى مغايرة بنسبة 30-40%، ولكن بسبب الصعوبات المادية اللي نعانيو منها احنا، تعاني منها في الحقيقه مهرجانات اخرى، بدلنا البرمجه نتاعنا. هكا علاش نقول البرمجه ليست بالتسامى المطلوبه، ولكن رغم ذلك فيها عروض نعتقد انها ستلقى القبول الطيب. عرض رائق طلب له جمهور قصر الرباط، ورقص على ايقاعاته الحاضرون شيبا وشبابا. فرحانة ياسر معناتها بالافتتاح هذايا، ولبست مسير حلتها من جديد، وإن شاء الله معناتها العروض تكون باهية كل كاية. فرحانة الحقيقة، تفرهدت، شطحت، زغرت، ديفولمون كبير الحقيقة، تفرهدنا بعد عامين كوفيد وغسرة و... سهرية رائعة، رائعة رائعة على الآخر، حاجة جديدة، حاجة ما شفناهاش قبل، فما هيك حاجة هيك جديدة على السليمية، فيها ضربات سليمية، أما حاجة روعة. عرض الليلة ممتاز جدا، أعجبني العرض الصوفي، قصر الرباط بالمنستير فريمون روعة، زاد وروعة العرض الصوفي هذايا. اليوم كي نشوفوا نلقاو عائلات، نلقاو ولادات صغار، وهذا اللي نحبوه، نحبوا النساء يدخلوا ويتفرجوا، نحبوا الصغار يحضروا، نحبوا العائلات، نحبوا نرجعوا الفرحة والابتسامة إلى مدينة المنستير والتونس الكل. وجدير بالذكر أن هذه الدورة تتضمن 22 عرضاً موزعة بين العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية والتنشيطية، ويتواصل إلى غاية 19 من شهر أوت القادم.